الله عليكم اخواني اخواتي، تحيه طيبه لكم. كنتم مع احواش مدينه ازيلال التي اليوم تحتفل بتنظيم نصف ماراثون ازيلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الجمعية؟ اسم الجمعية فرقة إشراق الفن أمرسيد أزيلال. أزيلال. رئاسة سعيد أملال. مرحبا بكم. واش تسميو هذه المنطقة؟ حيت كاين المنطقة تسميو أحيدوس وكنت تسميو أحواش. لا حنا كنسميو أحيدوس. أحيدوس أنتم. أحيدوس ديال أزيلال. أزيلال تبارك الله عليكم. أمرسيد. أمرسيد. فرقة إشراق الفن أمرسيد أزيلال. تحية لكم. أجمل تحية. ومتعتونا اليوم وتبارك الله عليكم. الله يعاونكم. الله يعاونكم. حفظكم الله. حبيبي. إذا إخواني أخواتي، سمعتوا بأن فرقة أهيدوس ديال أزيلال هذه وصلت الاسم ديالها، أن في انتظار إعطاء الانطلاقة. في انتظار إعطاء الانطلاقة معكم إخواني أخواتي في هجيز أهيدوس أزيلال. صباح الخير وصباح النور لكل المتابعين الكرام.
اذا شكرا للمجموعه مجموعه اهيدوس على هذه الرقصات الجميله، وتحيه للجميع، تحيه للسي محا الحمداوي على الكلام الطيب. فنحاول تقريبكم من ما يجري بمدينه أزيلال على هامش تنظيم نصف ماراثون الدولي لمدينه أزيلال، وهناك مجموعه من المشاركين المتميزين، منهم البطل عمر شيتاشن، منهم بن زهرة، منهم مجموعه كبيره من العدائين، وهناك ترسانه من العدائين الكينيين على ما اظن 7 عدائين كينيين. هناك عداء اللي عنده في نصف ماراثون 58. سنرى ماذا سيفعل في مدينه أزيلال، علما على ان مدينه أزيلال هناك شيئين اثنين مهمين. الاول هو ارتفاع عن سطح البحر 1400، بالاضافه ان المطاف فيه منعرجات، فيه صعود، فيه هبوط، لن يكون المطاف سهل اخواني اخواتي. والرقم ديال مدينه أزيلال هو ساعه ودقيقتين، واظن بانه سيتاشن عنده ساعه 00، فصعب انه يحطم رقم، ولكن ممكن، ليس مستحيل، لانه المطاف ديال أزيلال فيه صعود، واحد المجموعه ديال العقابي اللي ما تخليش العدائين انهم يكون ايقاع سريع. بالاضافه بالنسبه للاناث فهناك بطلة عالم اللي عندها اينور 07 والروكور هنا اينور 13، ستادير الرقم في الاناث انا اظن بانه مضمون 100%، ولكن الذكور سنرى، خاصه ان هناك سيكون تنافس تنافس كيني مغربي بتحطيم هذا الرقم هذا. فتحيه لجميع اخواني المتتبعين من المغرب والمغاربه بالخارج، واخواني العرب المتتبعين، فحضرت خصيصا الى مدينه أزيلال لانقل لكم اول سباق على الطريق من هذا الموسم. فانا من قلت سباق على الطريق منذ ماراثون مدينه الرباط، وصراحه عندي حب كبير لنقل هذه السباقات، ان تكون سباقات جميله جدا، تتكون فيها نشاط، تتكون فيها واحد مجموعه الاشياء الجميله، وتنبغي نوصل للمتتبعين ديالي يشوفوا ماذا يجري في مجال العاب القوى والسباقات على الطريق على المستوى المغربي. فتحيه لكل العرب، وتحيه لكل المغاربه في المهجر، في اوروبا، في امريكا، في استراليا، وفي اسيا ايضا. مجموعه من الاخوان يتابعونني اقول لهم مرحبا بكم. ليعقوب سناء، تحيه لك. فالعشرة غتكون انطلاقة، وانا غنحبس اللايف اخواني اخواتي باش نمشي نشوف واش كاين شي موتور باش غنمشي. تحية لكم على هاد الاجهزة، نودعكم. مجموعة جميلة جدا اخواني اخواتي، مجموعة ديال أزيلال والمغرب يتميز صراحة، فكل منطقة عندها خصوصيات. كنت الأسبوع الماضي في مدينة سيداس، وشفنا أحيدوس سيداس، واليوم نتعرف على أحيدوس
سأنتقل إخواني أخواتي للبحث عن الدراجة النارية لنقل لكم نصف ماراثون. تحية للجميع.